هو أحد أبرز قيادات الحركة الإسلامية، بل هو من رموز الاعتدال والتيار الإصلاحي في الحركة الإسلامية. وهذا الموضوع هو موضوع حوارنا الليلة. بعد 25 يناير صار الإسلاميون والحركة الإسلامية جزء من المشهد السياسي، ليس كوجود لأنها موجودة تاريخيا من عقود، لكن لا أحد يتكلم الآن عن حظر أي تيار أو منع أي فصيل سياسي. ومن ثم صار وجود الإسلاميين جزء من هذا المشهد يجب إدارة نقاش حوله وفهمه ومعرفة كيف يفكر في مستقبل مصر وكيف يرى مصر، خصوصا انه احنا امامنا نوع يعني تعدد في التيار الاسلامي بدرجه كبيره، جعلنا امام مشهد مختلف من تيار تقريبا صار جزء من الحياه السياسيه ومندمج سياسيا، وتيار اخر لا يرى اصلا اي قبول بالدوله الحديثه او بالاصول التي استقر عليها النظام السياسي. والامس كان هناك تعليقات على اليوتيوب واليوم في الصحافه حول فكره غزوه الصناديق، وان البلد بلدنا والمش عارف يروح كندا وامريكا واشياء من هذا القبيل. معنا اليوم كما قلت الدكتور عبد المنعم، وهو معروف مبكرا بارائه الاصلاحيه وانه كان من اوائل يعني قيادات الحركة الإسلامية التي حاولت أن تقدم رؤية تتأسس على ما يسمى بالإسلام الحضاري، ويعني لديها قدر أعلى كثيرا من القبول بالآخر والإيمان بالتعددية السياسية والأيديولوجية. ورجل يعني لا نريد أن نزيد في هذا الموضوع، لكن محل اتفاق من الحركة السياسية. اليوم سيتكلم الدكتور عبد المنعم نص ساعة. لا خمس دقايق. نص ساعة صحيح، أنا عاوز يعني جاي أتحاور مع حضراتكم وأسمعكم وأستفيد منكم. سيتكلم في حد أقصى نصف ساعة، ثم نفتح حوارا مع الجمهور، مع العلم أن القاعة الأخرى فيها شاشة وفيها زملاء في حضور يمكنهم أيضا المشاركة بالأسئلة. سنتكلم عن رؤية حضرتك لمستقبل مصر، رؤيتك لمستقبل الحركة الإسلامية، ما نجد من يعني كيف تتعامل مع القلق الذي يبدو من حالة الحضور المبالغ فيه أو ربما أحيانا الاستعراض السياسي للقطاعات من الإسلاميين، كيف ترى مستقبل طروحك الأطروحة السياسية للإسلاميين، وأين موقعك الشخصي فيها واختياراتك؟ تفضل دكتور عبد المنعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الإخوة الأعزاء يعني السلام عليكم ورحمة الله، أشكركم لحضراتكم وحضرتكم، وأنا الحقيقة إدراكي للحضور هنا يتلخص في إدارة حوار بيننا وبين بعض، نستفيد من إخوة الحضور اللي شاركوا، لا شك إن شاركتهم جاي على عنوان سواء مستقبل مصر، علاقته بمستقبل الحركة الإسلامية والحركة الإسلامية علاقتها بمستقبل مصر، وبالتالي اللي جايين على العنوان ده مهمومين بمصر، مهمومين بالحركة الإسلامية، وبالتالي أنا برى إنها فرصة جيدة لي إن أنا أسمح لحضراتكم ندير حوار مع بعض، عشان كده مكتوبوا لي إن هتكلم وقت قليل، لأن ده سيكون مفيد لي بالدرجة الأولى، والحوار بيننا يكون جيد إن شاء الله. بداية يعني لا يستطيع أحد أن يقول أن العنوان الرئيسي لمصر من ناحية الفكرية ومن ناحية الثقافة السائدة هو الحضارة الإسلامية. وأنا حينما أقول الحضارة الإسلامية أدرك أن الذين يطلقون على التيار الإسلامي الحركي بمعنى التيار الإسلامي المهموم بمجتمعه وبلده ووطنه، تيار الإسلام السياسي، أنا دايما أقول لهم ليتكم نقول تيار الإسلام الحضاري وما نحصروش في مسألة السياسة والممارسة السياسية فقط، الحضارة أشمل من
من مفهوم التيار الإسلامي السياسي. العنوان الرئيسي لمصر، وأنا بتكلم على مصر، ما يبص الحقيقة نحاول نستنسخ الحالة المصرية وننسبها للحالة الجزائرية والحالة الإيرانية والحالة التركية وكذا، وإن كان ده كله عنوانه لأن ده كله عالم إسلامي، غالبية هذه الشعوب تعلي قيم الإسلام وتعلي قيم الحضارة الإسلامية، لكن الحالة المصرية حالة لها خصوصية ومن كل النواحي، وبالتالي فالعنوان الرئيسي لمصر هو عنوان الحضارة الإسلامية. عشان كده البعض حينما نظر الأسماء المطروحة حتى لانتخابات الرئاسة حتى هذا الوقت وكلهم محل تقدير واحترام من شخص ضعيف، كان يقول يعني أين العنوان الرئيسي لمصر؟ وده لا يجرد طبعا، لا يجرد ان حالة الإقصاء والتكفير اللي عانينا منها طويلا في العالم الإسلامي، دائما حينما يطرح هذا يتصور القائل أنه يجرد الآخرين من اعتزازهم بالإسلام. وأنا أيضا من الناس الذين ألوم على جمهور المثقفين المصريين بصفة عامة، ألوم عليهم وأقول لهم أنكم سمحتم باختطاف الإسلام منكم يا مسلمي مصر. وأقول لكل المصريين بما فيهم إخواننا المسيحيين أنكم سمحتم باختطاف الحضارة الإسلامية منكم. وأنا حينما أقول كلمة الاختطاف دي كنت أجدها في حوارات ونقاشات يحضرها عدد من المصريين الذين أعرف إعلاءهم لقيمة الإسلام في أنفسهم وفي ذواتهم وفي أفكارهم وفي سلوكهم، ويحضرها أطراف تمثل التجمعات الإسلامية والحركات الإسلامية والجماعات الإسلامية، فإذا بشكل الحديث يأخذ شكل من أشكال الاستقطاب، أكن دول اللي قاعدين دول بتوع الحركات أو الجماعات الإسلامية دول هم أصحاب الإسلام ودول اللي بيتحدثوا كلمة الإسلام، وإحنا جايين بقى يا جماعة وزين نكلمكم يا بتوع الإسلام، الله وكأننا أكن الآخر ده ليس بتاع الإسلام. ده اللي بيخلينا أقول مصطلح أن المثقفين المصريين ولأسباب أخرى، أسباب موقف السلطة من الإسلام من 52 لغاية مقامة الثورة المصرية 25 يناير، نجحت البيروقراطية المصرية منها تنشئ حالة من العداء في الجهاز البيروقراطي المصري ضد كل ضد التدين، مش ضد الإسلاميزم بس، ضد حتى التدين يعني. بحيث وده كان يظهر في تعيين في الوظائف وحاجات كثيرة جدا، فده جعل النخب سواء بهذا السبب أو لأسباب أخرى يسمح باختطاف الإسلام، الإسلام اللي هو بتاعنا كلنا، بتاع اليسار بتاع اليمين وبتاع الإخوان وبتاع الحركات الإسلامية وبتاع الرجل البسيط اللي في ريف مصر وفي حواريها وفي مصانعها، كل ده الإسلام بتاع الناس دي كلها.